بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من 90 دقيقه. اسمحوا لي قبل ما نبدا حلقتنا النهارده ان نقرا الفاتحه على ارواح شهدائنا من الشباب البريء اللي سقطوا بدون اي ذنب في ميادين وشوارع مصر. الحقيقه انا النهارده زي ملايين المصريين حزين واشعر بالالم مع كل اللي بيشوفوا دموع الأمهات في الجنازات وأحلام الناس بعد الثورة وهي بتنهار. حزين لأن كل يوم على مدى الشهور اللي فاتت في هذا البرنامج ما عندناش شغل غير الدعوة واللم الشمل واستضافت كل أطراف القوى الوطنية في مصر للبحث عن خارطة الطريق لوحدة الصف. وحدة الصف ووحدة الهدف. ومع كل المخلصين في مصر قلنا اجعلوا مصر أولاً. اجعلوا مصالح الوطن العليا تعلو فوق المصالح الضيقه للاحزاب والتيارات السياسيه. قلنا ان في ملايين الفقراء والبسطاء من هذا الشعب الكادح ينتظرون من الحكومه ومن النخبه انهم يتفقوا اولا على انقاذ مصر المهدده بخطر الفتنه والحريق. فقراء مصر اللي انتظروا العداله الاجتماعيه ورغيف العيش وفرصه العمل الشريفه والحياه الكريمه. هؤلاء الفقراء وهذا الشعب الصابر لا يجد أمامه الآن بعد عامين من ثورته اللي سقط فيها مئات الشهداء والجرحى إلا مزيد من الفرقة والتعصب والأنانية وغياب الرؤية والمشاحنات السياسية والمصادمات كل يوم في الشوارع وكل يوم مزيد من الجرحى والشهداء. الشهداء اللي بيسقطوا كل يوم مجانا وبدم بارد. وأنا بسأل النهاردة بمنتهى الحزن والمرارة، ليه ندفع الثمن من دم ولادنا؟ وليه الدم اساسا؟ ليه محمد الجندي الشاب الجميل اللي عنده 28 سنة، الطالب المثالي في جامعة اسكندرية والمرشد السياحي اللي بيتكلم ثلاث لغات، يموت تحت اقدام الحقد والغل والكراهية العمياء؟ وليه عمرو سعد اللي عنده 20 سنة في عمر الورد يدفع حياته برصاص وخرطوش في الراس والصدر؟ جريمة عمرو كانت ايه غير انه حلم بمستقبل افضل لنفسه ولبلده بعد ما اضطر انه يترك التعليم ويشتغل منجد علشان يساعد نفسه ويساعد اهله؟ مين يدفع ثمن دم محمد الجندي وعمرو سعد؟ نحاسب مين وسط فوضى الاتهامات المتبادلة؟ وفين حقوق الانسان؟ فين حق الانسان المصري؟ هل في اي سبب في الدنيا يبيح لاي انسان او سلطه انها تنتهك كرامه الانسان بالشكل المهين والمرعب اللي بيحصل اليومين دول في بلدنا؟ وانا النهارده بسال الحكومه عن مسؤوليتها في وقف تردي الاوضاع الامنيه واحتواء العنف ومنع الصدام، وبسال في نفس الوقت النخبه وجميع الاطراف الفاشله في الوفاق والعجز عن الاتفاق سواء اغلبيه او معارضه، مسؤوليتكم ايه في وقف حمامات الدم ومنع اشتعال الحرائق في البلد؟ انا الحقيقة بقول من هنا ان الجميع مسؤولين، كلهم مسؤولين دون استثناء، رئاسة وحكومة ومعارضة ونخبة، الكل مسؤول. وما ينفعش نشوف اللي بيحصل في شوارع مصر ونقف مكتفين ايدينا، كلنا لازم نقول لا للعنف. الاولوية اللي منع ازحاق ارواح المصريين الابرياء. ما ينفعش النهاردة نسمع لغة الشماتة والتشفي. ما ينفعش يكون ده وقت الحسابات والمكاسب السياسية بينما مصريين كل يوم ماشيين في جنازات ولادهم. ومن النهاردة لازم يكون شعار كل مواطن مصري، كل إنسان مؤمن خايف على بلده، كفاية عنف، كفاية كراهية، كفاية دم. مش معقول بعد إعلان وسخط الأزهر اللي كانت مبادرة رائعة من شباب فعلا بيحب بلده، مش معقول تستمر المصادمات وتتحرق المنشآت ونشوف المولوتوف بترمي على المؤسسات الحكومية اللي هي ملك الشعب المصري ورمز لهيبة الدولة المصرية. كل ده بيحصل وأحزاب مصر ورجال مصر واقفين بيتفرجوا وما بيتحركوش خطوة جادة ومخلصة لوقف هذا العار. العار اللي شافه العالم كله بيتفرج على سحل وتعرية الإنسان المصري الشريف وإهدار حقوقه وعلى اللي بنعمله في نفسنا بعد ثورتنا. هل هي دي مصر اللي احنا حلمنا بيها بعد الثورة؟ هل هو ده مستقبل شباب مصر اللي المفروض يكون كله النهاردة
في مواقع العمل والإنتاج والعطاء للبلد؟ هل ده هو أمن مصر؟ هل دي حكومة مصر؟ ودي أحزاب وقيادات مصر السياسية اللي بتقول ليل نهار إنها عايزة خير مصر ومصلحة مصر؟ ومن تاني ومن تالت ورابع وللمرة المليون بقول إننا محتاجين النهاردة لغضب الضمير، ثورة ضد العنف، صحوة الإنسان المصري المخلص اللي خايف على بلده. محتاجين للضمير، مش محتاجين للمولوتوف ورا الحجارة. عايزين الحجارة اللي تبني، مش الحجارة اللي تخرب وتدمر. محتاجين كل الأسلحة دي تتوجه للأعداء، مش لصدور أولادنا. وكفاية كده، كفاية دم يا مصريين، كفاية دم وغم وهم، كفاية دموع يا مصريين، كفاية جنازات، كفاية أولادنا فلذات أكبدنا يدفع أرواحهم تمن الأنانية والتعصب والتصلب والفشل وعناد النخبة قصيرة النظر اللي عايز المكاسب السياسية الأنانية حتى لو كانت ملطخة بدماء الشهداء الأبرياء. بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة بصولي ديها وتسلموا لي على بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوه ونفسه جديد، لاخر نفس فيا بنادي بموت. تقرير الطب الشرعي للشهيدين عمرو سعد ومحمد الجندي أكد أن الوفاة نتيجة الإصابة بمقذوفات نارية في الرأس والبطن، وأدت إلى تهتك في الجمجمة والرئة والمخ والكبد والأمعاء ونزيف في البطن ثم الوفاة. وفي جنازتهم كان المشهد مؤثر للغاية. نشوف التقرير من الجنازة. بالصراخ والبكاء استقبل آلاف المواطنين في مسجد عمر مكرم جثمان شابين من شباب الحرية عمرو سعد ومحمد الجندي بعد أن فقدا الحياة، رغم أن حلمهما لمصر كان كبيرا. أنا بعيط، أنا مش عايز أعيط، دول رايحين الجنة، دول عملوا بلد، عملوا ناس تقدر انها تاخد حقها، لكن اللي احنا فيه دوت ان احنا نعيط، وان انا زعلانة ان انا بعيط، مش عايز اعيط. عمرو سعد شاب يبلغ من العمر 19 عاما، جاءت طلقات الخرطوش
لتختال أحلامه في محيط قصر الاتحادية. احنا نفسنا شعورنا بالإهباط، كل يوم بيسقط مننا شهيد، وكل يوم ليه كل ده؟ انا مواطن بسيط، عايز احس بامان في بلدي. مش كل يوم هنشيل جثه واحد صاحبنا، لما كانش ميت يبقى مسحول، يبقى مفقود. محمد الجندي شاب يبلغ من العمر 28 عاما، تعرض للتعذيب الذي افضى الى موته بعد اعتصامه في ميدان التحرير. ان شاء الله مكملين لحد ما نجيب حقهم، يا نموت زيهم. بيقول لك قصه مصر هتنزل التحرير، وهتنزل كل ما يدي مصر. قاعدين لكل واحده برضه تيجي منها تاني. قاعدين في مصر، مش هنسيبها. واتن خالد، واتن مينا، وكل رصاصه بتهوينا. سعد والجندي جمعهما حب مصر، وتفرقا في الميادين، واليوم اجتمعا من جديد في جنازة واحدة، ثم تفرق كل منهما إلى مثواه الأخير، ومن خلفهما آباء تبكي وأمهات لم يتوقفن عن العويل. ما يعرفوش، ما يعرفوش يضربوا ازاي، يكلفوا ازاي، ما يعرفوش. ربنا يرحم محمد وعمر. معنا على التليفون الاستاذ الدكتور عماد الديب، مساعد كبير الاطباء الشرعيين. دكتور عماد اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ عمرو، اهلا بيك. احب اعرف من حضرتك التقرير النهائي لاسباب وفاه الشهيدين محمد الجندي وعمر سعد. ده دكتور عمرو، التقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر، ويعني يمكن خلال يومين ثلاثة إن شاء الله نطلع التقرير. لكن ما تمخض عنه يعني تشريح الجسامين يا فندم؟ إيه يا فندم؟ لا ما تمخض عنه يعني المؤشرات الأولية يا فندم. محمد الجندي متوفى، محمد الجندي في إصابات ربضية، لكن احنا بنبحث دلوقتي سببها ايه واحتمالاتها ايه، وبنطلع على انه كان طبعا في المستشفى الهلال، بنجيب اوراق العلاج بتاعه المستشفى ونفحص، احنا عشان نقول معلومات مؤكده لازم نطلع على حاجات كتير ونحلل بعض المعلومات. طيب الطلقات الحيه دي يا دكتور عماد، يعني هل هي طلقات؟ ما هو محمد الجندي ما فيهوش طلقات. امال في ايه؟ ما انا قلت لحضرتك اصابات رضيه. اصابات ايه يا فندم؟ إصابات رضية. يعني إيه؟ إصابات رضية يعني كدمات وكسور. وهل هذه الإصابات تؤدي إلى الوفاة؟ نعم، مضاعفاتها يؤدي إلى الوفاة. طيب فيما يخص عمرو؟ عمرو في بعضك إصابات نارية رشية. نارية عبارة عن إيه؟ خرطوش يعني رصاص؟ يعني خرطوش رشية. خرطوش. معلش بس يا دكتور عمرو. ايوه. انا يعني عايز اقول في البرنامج بتاعك للاهالي وللجمهور عموما، الطب الشرعي جهه حياديه في وزاره تبع وزاره العدل، يطمنوا ان تقرير الطب الشرعي بيطلع حيادي، لان في طبعا ناس يعني دخلوا عندنا دار التشريح وهجموا عليها وحطموا وكسروا، والكلام ده ما ينفعش. طيب دكتور عماد، متوقع امتى ان شاء الله يصدر التقرير النهائي، تقرير التشريح النهائي؟ ان شاء الله. امتى ان شاء الله؟ ما انا بقول لحضرتك خلال يومين ثلاثة ان شاء الله. شكرا دكتور عماد الدين، مساعد كبير الاطباء الشرعيين. اثناء تشريع جثمان محمد الجندي في طنطا، توجه عدد من المشاركين في الجنازه الى قسم انساني طنطا وحاصروه ورشقوه بالحجاره وحاولوا اقتحامه، واتهموا الشرطه بتعذيبه، ونظم العشرات سلاسل بشرية تحيط بالقسم خوفا من اقتحامه أو حدوث أي أعمال شغب أو تخريب. معنا على التليفون الزميل رفيق ناصف الصحفي في طنطا. أهلا بيك أستاذ رفيق. أهلا بيك أستاذ عمرو. إيه اللي حصل؟ احكي لنا إيه اللي حصل بالظبط يا أستاذ. بالفعل تشهد مدينة طنطا الآن عمليات كر وفر بين المتظاهرين من جانب وبين قوات الأمن من جانب، والذين قاموا عقب تشييع جنازة الشهيد محمد الجندي بمحاصرة قسم تام طنطا في محاولة منهم لاقتحامه، وقام الأهالي بعمل دروع بشرية
لحماية مبنى القسم من عدم الاقتحام، وما أدى إلى قيام المتظاهرين بالانسحاب من أمام ديوان القسم والتوجه لمبنى مديرية أمن الغربية، والذين قاموا برشقها بالحجارة مما أدى إلى إتلاف واجهة المبنى، وما دفع قوات الأمن لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ومطاردين في الشوارع الجانبية. من جانب آخر قام المتظاهرين بالتوجه مرة أخرى لمبنى قسم شرطة السلام طنطا، وقاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف عليه في محاولة الاقتحام مرة ثانية. في الوقت ذاته استغل عدد من البلطجية المندسين وسط المتظاهرين الأحداث، وقاموا بعمليات سطو على محطة وقود مجاورة لمبنى القسم، وقاموا بالاستيلاء على جميع المواد البترولية بها والفرار. وتشهد الآن مدينة طنطا عمليات قر وفر ما بين المتظاهرين أمام مديرية أمن الغربية من جانب، وبين المتظاهرين أمام قسم شرطة السان طنطا من جانب آخر. أستاذ رفيع، عايز أعرف منك أولا الأعداد المتظاهرين قد إيه، وهل هناك إصابات أم لا؟ والله الإصابات وفقا للدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة الغربية قال لك إن هناك إصابة واحدة من جانب المتظاهرين، إصابة خرطوش بالعين. نعم، شكرا الزميل الصحفي الأستاذ رفيق ناصف. النهاردة أعلنت رئاسة الجمهورية أنها تتابع استعداداتها لجولة الحوار الوطني القادمة اللي من المنتظر عقدها خلال الأسبوع اللي جاي بحضور الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأكدت الرئاسة في بيان لها النهاردة أن أجندة الحوار مفتوحة لمناقشة أي قضايا وطنية ترى القوى السياسية والمجتمعية ضرورة إضافتها إلى جدول أعمال الجلسة. النهاردة قدم الأستاذ جميل سعيد محامي وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد طلب للنائب العام المحترم المستشار طلعت عبدالله للتصالح في قضايا إهدار المال العام الممثلة في قضية تحديث الصناعة والاحتكار ورد المبالغ لخزينة الدولة. وقدم الأستاذ جميل سعيد بلاغ للنائب العام عن موكله يطلب فيه التحقيق مع المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل لإهداره المال العام في قضية تراخيص الحديد مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات، ولإعفاء موكله من المسؤولية الجنائية. معنا على التليفون الأستاذ جميل سعيد محامي السيد رشيد محمد رشيد. أهلا بك أستاذ جميل. أستاذ جميل، أستاذ جميل، أيوة، أهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بسعادتك. عايز اعرف من حضرتك تفاصيل العرض اللي سيادتك قدمته بالنيابه عن موكلك للتصالح النهارده. هو معالي يا فندم، القرار اللي اتخذه معالي النائب العام بقبول التصالح في قضايا المال العام، وطبعا قرار على قدر كبير من الاهميه ومن الاحساس بالمسؤوليه. فاحنا كان المهندس رشيد محمد رشيد اتهم في قضيه تحديث الصناعة، لأنه كان بيرأس مجموعة من الشركات قبل أن يتولى رئاسة الوزارة، ما أن صدر القرار بتعيينه وزيرا حتى استقال من هذه الشركات. هذه الشركات كانت تتلقى دعما من جهاز دعم وتنمية الصناعات، وهذا مش مبالغ مالية، ده كان في صورة دراسات وفي صورة محاضرات، يعني دعم غير مادي ولها الحق في هذا. وأيضا كانت تتلقى دعما من صندوق الدعم وصندوق دعم وتنمية الصادرات، اللي هو زي ما بيكون بيدي بونس أو مكافأة للمصدر حتى يستطيع أن ينافس خارجيا، فهي لها الحق في هذا، وهو لم يكن رئيسا لمجلس الإدارة وقدم للمحاكمة ولم نستطع أن ندافع عنه، لأنه لا يجوز طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الدفاع عن المتهم في جناية الغائب. ومع ذلك تقدمنا إلى المحكمة في القضيتين، وقلنا أن القضية الأولى المبلغ 2,450,000 جنيه، فتقدمت بشيك مقبول الدفع إلى المحكمة، أرسلته إلى معالي النائب العام الذي قام بصرف قيمته وإضافته إلى الخزانة العامة. في القضية الثانية كان حوالي 9,385,358، وأيضا تقدمت بشيك مقبول الدفع وتم إضافته إلى جانب الخزانة العام. يعني احنا اقدمنا على التصالح قبل ان يقر التصالح. طيب. واعمالا لقاعدة التصالح تقدمت اليوم لمعالي المستشار الجليل النائب العام بملتمس، اعلنت من خلاله الرغبة في التصالح،
وأوردت به أننا بالفعل قد قمنا برد المبالغ، يبقى غرامة مالية نحن على استعداد لسدادها فورا. طيب. وبهذا يكون المهندس رشيد محمد رشيد قد بادر إلى سداد كافة المبالغ التي وردت بالتحقيقات والتي تناولتها. قد يبقى بعد هذا سوى قضية رخص الحديد التي أيضا لم نستطع أن ندافع عنه لأنه غائب، وقيل أنه قد ربح أحمد عز قيمة رخصتين مجانيتين، رغم أن الكافة يعلمون أن ما بين أحمد عز وما بين المهندس رشيد هو زي ما بيقولوا في العامية ما صنع الحداد، التربيح لا يكون إلا بين الأحباء والأصدقاء. ومعلوم للكافة أنه السيد أحمد عز هو من كافح قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. أظن أنكم طالبتوا بالتحقيق مع أحمد عز يا أستاذ جميل. إحنا ما طالبناش بالتحقيق مع السيد أحمد عز. أمال إيه؟ هو في لما صدر الحكم معاليك في قضية الرخصتين الذي طعن عليه بالنقد وألغي هذا الحكم، السيد أحمد عز بادر إلى سداد قيمة إحدى الرخصتين. بقيت رخصة. فموكلي المهندس رشيد قرر لي أنه هذه الرخصة صدرت 2008، ومن الشرط الجوهري لهذه الرخصة أن تتم تنفيذ كافة الأعمال خلال 4 سنوات، يعني تنقضي هذه الرخصة في سنة 2012، إن لم ينجز هذه الأعمال يتعين سحب هذه الرخصة. فتقدمنا بملتمس إلى معالي المستشار الجليل النائب العام بنقول فيه أنه هذه الرخصة صدرت سنة 2008 وأنه لم تنفذ جميع الأعمال حتى 2012، فكان يتعين على المسؤولين في وزارة الصناعة أن يبادروا إلى سحب الرخصة. طيب. وبهذا تكون رخصة قد سد الثمن. طيب. رخصة قد سحبت ولكن هناك أثر جنائي أو ضرر. أستاذ جميل، أفهم من كده أن النيابة العامة قبلت التصالح معها فيما يخص القضايا التي تحدثت عنها في الأول حضرتك، مظبوط؟ النيابة العامة معالي أنا تقدمت بالبلاغ بالطلب برسم معالي المستشار الجليل النائب العام، سعادة المستشار رئيس المكتب الفني أشر على هذا الملتمسين بطلب مذكرة بالمعلومات وهو قيد البحث. يا لكن ما فيش قبول واضح أو قبول نهائي حتى الآن لتصالح. هو فندم القبول والرفض لا يحدث زي ما يقول on the spot، يعني في ذات اللحظة. احنا تقدمنا وقدمنا المستندات. طيب. الدالة على السداد، وقدمنا او اعلنا عن الرغبة في سداد مبلغ الغرامة كاملا غير منقوص. السؤال اللي بيطرح نفسه يعني في ضوء ما تفضلت به حضرتك، متى يعود المهندس رشيد محمد رشيد الى مصر؟ والله يا فندم ما ان تتم اجراءات التصالح اعتقد ان المهندس رشيد محمد رشيد في شوق شديد ان يعود الى ارضه ووطنه، واعتقد ان الكافة يعلمون من هو رشيد محمد رشيد. شكرا الأستاذ جميل سعيد محامي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق. النهاردة تسلم المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة قرار النائب العام بإحالة واقعة حمادة صابر مسحول الاتحادية إلى أحد قضاة التحقيق التابعين لوزارة العدل لتولي التحقيق في الواقعة كاملة. وامبارح خرج حمادة من مستشفى الشرطة بعد ما غير أخواله أمام النيابة، واتهم الشرطة بضربه وسحله أمام قصر الاتحادية، ودخل المستشفى المطرية بعد ساعات لإقناع المستشفى باستقباله. كاميرا 90 دقيقة كانت معه في مستشفى المطرية التعليمي وتحديدا في قسم العلاج المتميز. يرقد حمادة صابر مبيض المحارة المسحول في محيط قصر الاتحادية والتي أثارت قضيته اهتمام الرأي العام. أنا عاوز حق اللي هم اتعدوا عليا وضربونا، اذا كان ضابط ولا عسكري عاوز حق القضاء ياخد الحق منه، وزي ما وعدني الوزير ان انا اجيب لك حقك، سواء حد ضربك ده لازم تاخد حقك. والراجل يعني وفي معايا في المستشفى ده اللي هنعملك كمواطن مش تبع شرطه، فبسال حتى يعني واحد من التمرجيه هناك فبقول له هو بتاخده مدنيين؟ قال احنا بنتعامل مع مدني زي العسكري بالظبط، كلنا واحد يعني. غيرت اقوالك، ممكن تغير اقوالك تاني ولا ده خلاص اخر كلام ليك؟ ده اخر كلام خلاص، ما ينفعش اغير اقوالي تاني، دي الحقيقه، دي اخر كلام. قلت ان هم الشرطه اللي ضربتني وانا عاوز حق من اللي هم، اذا كان ضابط ولا عسكري عاوز حق والقضاء يجيب لي حق، بس ده اللي انا عاوزه. معلش انت كنت متواجد هناك ليه عند ناحيه في محيط ساعه ما حصلت المشكله دي؟ كنت هناك ليه؟ احنا بنطالب مش عايزين الاخوان تمسك البلد بس. احنا ساكنين جنب مستشفى المطريه، جبنا بعضينا وجينا
فلقيت اخويا جوه مستشفى جوه الاسعاف وجوه المستشفى لا منزلين ولا مطلعين ولا رضيت مستشفى المطريه تقبله علشان خاطر ما فيش تقريرات طبيه جه بيها. فانا بسال مرات اخويا الله فين التقارير وفين قالت للراجل الضابط او المسؤول اللي جه معايا ما نعرفوش ضابط ولا دكتور خد التقارير معاه ومشي. فمن حق مستشفى المطريه صراحه يعني خليكي معايا مستشفى المطريه ما رضيش يقبل عشان ده لازم يجي بتقارير لانه منقول من مستشفى لمستشفى يبقى المفروض ينزل بالتقارير بتاعته. هي دي اللي ضايقتني من مستشفى الشرطه. اما حاله حماده الطبيه فاطلعنا عليها مدير عام المستشفى. حاله الطبيه بتاعته مستقره بيشتكي من سجاجات في الظهر وفي الفخذ وفي الركبه وطلق خرطوش في اماكن مختلفه من جسمه بس هي مش الحقيقه الحمد لله انا مش واخده مناطق حيويه يعني مش مؤثره على الوظيفه بتاعت الجسم. وعملنا له اشعه مقطعيه واشعه دوبلكس على الاوعيه الدمويه فسليمه لكن هو طبعا اكتر حاجه بيعاني منها اللي هو الاضطراب النفسي ما بعد الكرب. في حاجه علميه اسمها الاضطراب النفسي ما بعد الكرب لانه تعرض لضغط عصبي جامد في الفتره اللي فاتت فده بيخليه دايما طبعا بيسترجع الذكريات والحاجه الثانيه بيخليه متخوف من اللي حواليه. فاحنا دخلناه في اوضه فندقيه عشان يبعد عن كل المؤثرات. هي الحاله بتاعته طبعا كانت ممكن تتعالج من خلال انها تكون حاله خارجيه. حماده صابر غير اقواله بعد ان برأ الامن اعاد واتهمه. حماده صابر ايضا غير مكان علاجه منتقلا من مستشفى الشرطه الى مستشفى المطريه. فهل من تغيير مجددا في قضيه حماده صابر؟ ايماني توني 90 دقيقه قناه المحور. النهارده تقدم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافه باستقالته من منصبه كوزيرا للثقافه دون ابداء اسباب حتى الان. وكان اخر قرار لوزير الثقافه قبل الاستقاله مد العمل في معرض الكتاب ليوم 9 فبراير بعد يعني التسريبات الصحفيه بتقول ان الدكتور صابر عرب تقدم باستقالته اعتراضا منه على ما يحدث من عمليات سحر للمواطنين واعتداءات على المواطنين المصريين. السفير كلمتوه؟ السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء اكد انه قد تقدم باستقالته ولكنه لم يتم البت في الاستقاله حتى الان. طيب خلينا نشوف نشره احوال مصر. مصر حصل فيها ايه النهارده؟ نرجع تاني. قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة جدد حبس 12 من المتهمين في أحداث اشتباكات الاتحادية 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن أمرت النيابة بتسليم حدث لأسرته نظرا لصغر سنه. الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طالب الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي بضرورة التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب لحل كافة المشاكل التي تواجههم لزيادة حجم الاستثمار في مصر وللنهوض بالسوق. كما شدد رئيس الوزراء على خطورة الوضع الاقتصادي الذي تمر به حاليا مصر وتوعد في اجتماع لمجلس الوزراء بتطبيق حازم للقانون ما لم يتم وقف التجاوزات وأعمال العنف. محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من مايكل نجيب ومايكل مسعد المتهمين بسرقة أسلحة من قوات الجيش أثناء المواجهات التي وقعت بين متظاهري ماسبيرو وقوات الشرطة العسكرية أمام مبنى التلفزيون المصري. بدأت أعمال اجتماع وزراء الخارجية للدول المشاركة في القمة الإسلامية المنعقدة بالقاهرة والمقرر بدايتها الأربعاء وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في منطقة التجمع الخامس. وزارة الخارجية طالبت القمة الإسلامية المنعقدة في القاهرة بضرورة تضمين فقرة في البيان الختامي بإلزام الدول الأعضاء بمساندة ودعم موقف مصر الداعي إلى عقد مؤتمر دولي لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة نووية وأسلحة الدمار الشامل. قام مجهولون اليوم بسرقة وتحطيم جزء من شبكة الاتصالات المتواجدة على سطح مبنى مجمع المحاكم بالسويس بالإضافة إلى سرقة جهاز تكييف وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة ويأتي ذلك في الوقت الذي سبق وقام فيه مجهولون بسرقة منذ أيام لجهاز طابعة وسكانر من الدور 8 من المحكمة. عشرات المدرسين بالتعاقد مع الأزهر الشريف
نظموا وقفة أمام المشيخة اليوم للمطالبة بالتعيين. عايزين عقد مميز الدخل بتاعه 600 جنيه أقدر أعيش بيه أنا والأسرة بتاعتي الكريمة، وكلنا جايين من جميع المحافظات غربية وشرقية وصهاي وجينا وكلنا جايين. هذا البرنامج